هذه بلدية بتتحافظ من أقدم البلديات التي تم إنشائها في البحرين. أول ما كانت بلدية كانت في بيت الوجيه المرحوم محمد علي بن رضي والد الدكتور خالد رضي، كانت في بيته، ثم انتقلت إلى هذا المكان، وكانت تقدم خدمات شارع البليع كله تقريبا معظم القرى، و يعني تم اغلاقها بسبب حادث طرا عليها. ثم تكلمنا مع المرحوم الشيخ خليفه بن سلمان واستجاب وامر باعاده صيانتها، وتم صيانتها وما لم يبقى الا الافتتاح. ثم ذهبنا الى اجتماع مع وزير البلديات الاخ عصام خلف بحضور امانه العاصمه، لأن عمالة العاصمة يعني عرقلت الموضوع بشكل ميزانية، وللآن هذا المرفق الحيوي مغلق ومفان ولا يوجد فيه أي موظف.